مقابلة تخليها بفكر الانتصار ولا غير الانتصار، خاصة تأكيد انتصار المقابلة الفارطة ضد الفتح الرباطي اللي كان انتصار ثمين ومقابلة كانت مهمة. هذيك ما تولي عندها معنى إلا ما نزيدوا ندعموها بانتصار آخر. البداية ما كانتش سهلة، نقبلوا هدف في بداية المقابلة اللي كنا نطمحوا باش نعملوا بداية قوية وناخذوا الأسبقية، لكن الحمد لله اللاعبين كانوا عندهم شخصية قوية، كانت عندهم ثقة وقاموا بالواجب على مستوى الرجوع 1-1. ثم في الشوط الثاني شفتوا اللي كانوا الأهداف كانت موجودة، هذا كله للمجهود اللي قاموا به اللاعبين، للاجتهادات نتاعهم. الرجاء مجموعة كاملة مش حداش اللاعب، الناس اللي بدأت أعطت الإضافة والناس اللي دخلت أعطت الإضافة. انتصار ثمين وانتصار مهم، لكن في نفس الوقت واحد كي يتأمل ويشوف في وسط المقابلة مازال مجال اللي يزمنا نتطور فيه فرديا وجماعيا، مازال ديفاز لجو مازلنا ما نش متمكنين منهم كما يلزم. جت تخاف توا فترة متاع يزمنا ندعموا الشيء الإيجابي والحاجات الناقصة نخدموا عليها كما يلزم باش نحاول إن شاء الله يرجع الرجال للمكان اللي تليق به. نمشي معاك في الفكرة اللي الأداء قاعد يتطور من مقابلة لمقابلة. احنا من أول موسم عملنا حتى مرة زوز انتصارات متتالية، هذا أول انتصار خارج ميدان يأكد اللي كونه احنا فينا نسق تصاعدي، لكن في نفس الوقت على مستوى الانتقالات مازال عنا عمل كبير، على مستوى التحضير عنا عمل كبير، على مستوى خاصة لجيستيون دو لا بروفوندور والتصرف الدفاعي في العمق مازال عنا زاده كيف كيف. الكرات الثابته الهجوميه قاعده تتحسن، اليوم سجلنا اهداف على كرات ثابته، لكن الانتصار هذا الثاني على التوالي ما يلزمش يخبي نقائص خاصه جماعيه. وجاي الفتره هذه نتاع تريف الكوب نتاع الكوب دي موند ان شاء الله نستغلوها كما يلزم باش نزيدوا ونتطوروا ان شاء الله.